طلعت الشاشة عندكم؟ اه واضحة الشاشة. دكتور. لا كمان مرة. إذا إحنا بالأوكلوجر ريمس اللي ركبناه على الريكورد بيز إيش بدنا نسجل؟ بدنا نسجل العلاقات الإطباقية. بس العلاقات الإطباقية كيف بتيجي عندنا؟ بالفيرتيكال ريليشن، علاقة بالبعد العمودي، اللي هي بتيجي عندنا بالفرونتال بلين، وبيجي عندنا علاقة بالبعد الأفقي هوريزونتال ريليشن، أو إحنا بنسميها كمان سنتريك ريليشن. تمام؟ إيش يعني الفيرتيكال ريليشن؟ الفيرتيكال ريليشن هي الاماونت اوف سيبريشن بتوين مانديبل اند ماكسيلا ان فرونتال بلين. شو الهدف من الفيرتيكال ريليشن؟ هاي تو استابليش بروبرلي الفانكشن والكومفورت والتي. طيب كيف احنا هسه بدنا، خلينا نتعرف معاكم شويه على بعض المصطلحات المهمه والمهمه جدا. هاي المصطلحات بتلازمكم لاخر يوم في ممارستكم لمهنه طب الاسنان. ريست بوزيشن، فيزيولوجيك ريست بوزيشن بي ار بي، انتر كاسبر بوزيشن، ماكسيموم انتر كاسبيشن، سنتريك اوكلوجن او توت بوزيشن، كلها نفس المعاني لنفس الهدف اللي هي ماكسيموم انتر كاسبيشن او سنتريك بوزيشن او سنتريك اوكلوجن. المصطلح الثالث سنتريك ريليشن اللي هو بتطمن عندي ليجامنتوس بوزيشن، posterior border position، retroded contact position اللي احنا بنختصره بالسي ار. هسه نجي هون كلهم بالتفصيلات. نتكلم اول شيء عن الفيزيولوجيك ريست بوزيشن اللي هو انا بكون عندي المريض بحاله الاسترخاء، يا دوب عنده الشفايف بيرلي تاتشنج، يا دوب عنده الشفايف لامسات بعضهم. بالتالي الاوكلوجر ريمز اللي انا حطيتهم بالداخل ما في بيناتهم اي تلامس. تمام، هذا الحكي احنا في الفيزيولوجيك ريست بوزيشن. طيب ايش يعني فيزيولوجيك ريست بوزيشن؟ اول شيء انه انا عندي بتكون المانديبولار موسكولاتشور من ضمنها المسيتر مصل والتمبراليز مصل بوضع الاسترخاء الكامل، ما فيهم اي شد، ما فيهم اي توتر، يعني انا عندي العضلات هاديه جدا. المريض بكون انا عندي جالس على الكرسي بوضع الاستقامه، يعني وضع 90 درجه، لا هو ما عنده لا سوباين بوزيشن يعني مستلقي للخلف، ولا انه راسه تلتد للامام، جاي بوضع استقامه بسموه ابرايت بوزيشن. تمام، ضروري انه الماندبل في الريست بوزيشن يكون في عندنا سبيس، هذا السبيس احنا بنسميه انتر اوكلوزال سبيس، انتر اوكلوزال ريست او فري وي سبيس. هذا السبيس طبعا احنا من كثر ما رايحين نعيد هاي المصطلحات في هاي المحاضره، انا متاكد غالبيتكم رايحين يطلعوا فاهمينها وباصمينها عندي، عشان هيك ركزوا معانا كل سلايد بسلايده وكل شرح بشرحه. هاي المسافه اللي احنا بنسميها فري وي سبيس او انتر كلوزر ريست سبيس مقدارها من 2 ل 4 مليمتر، يعني الرينج 3 مليمتر. كل هاي المفاهيم رايحين نفهمكم عليها تدريجيا. طيب كيف انا بدي ابلش الحين اجيب هاي، منين اجتني هاي ال 2 ل 4 مليمتر وكيف انا بدي احصلها؟ بدنا نبلش في شيء اسمه اوكلوزال فيرتيكال دايمنشن او في دي، او انا كثير بحب استعمل له فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، نفس المعنى الاثنين، اما اوكلوزال فيرتيكال دايمنشن او في دي او فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. شو بعمل انا؟ باجي انا برسم نقطتين، تو سيلكتد بوينتس او دوتس، برسم انا نقطتين. النقطه الاولى بتكون على الماكزيلا اللي هي الفيكس جو، ماكزيلا فيكس جو مش موفابل، والنقطه الثانيه انا برسمها على الماندبل اللي هي تعتبر عندنا شو مالها؟ موفابل جو. طب حدا بيسالني يا دكتور وين انا بدي ارسم هذول النقطتين؟ هذول النقطتين احنا عندنا اربيتري عشوائيات، وين انت بتحب تحط هذول النقطتين ما في مشكله. المهم هذول النقطتين انا على اثرهم بقيس الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن والفيرتيكال دايمنشن اوف ريست، وباخذ الفارق بيناتهم اللي احنا بنسميه فري وي سبيس او انتر اوكلوزال سبيس. بالعاده احنا وين بنحط النقطتين هذول؟ بنحط نقطة على التوب اوف ذا نوس. تمام، كل حدا بيقدر بإصبعه يحط على قمة أنفه توب اوف ذا نوس، هي النقطة الأولى اللي هي احنا سميناها الفيكس جو، والنقطة الثانية تيب اوف ذا تشين على النقطة البارزة عنده بالذقن، هاي اللي هي الموفابل جو على الماندبل، وهدول النقطتين
اللي احنا بدنا نعتمدهم لقياس الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن في حاله اطباق الاوكلوجر ريمس، وفي حال فيرتيكال دايمنشن اوف ريست في حاله عدم اطباق الاوكلوجر ريمس. الفرق ما بين الفي دي ار والفي دي او او الاو في دي والار في دي هو احنا بنسميه فري وي سبيس. طيب نيجي هسه، هذا نفس الحكي اللي احنا حكيناه انه الديستانس اللي بكون بتوين الماكزيلا والمانديبل لما الاوكلوجر ريمس طابقين على بعضهم بالسنتريك بوزيشن ايش اسمه؟ اسمه اوكلوزال فيرتيكال دايمنشن، اللي هو احنا بنتكلم عن ابعاد، عن مسافه ما بين اللي احنا بنسجلها العلاقه ما بين الاوكلوجر ريمس على الابر وعلى اللور. انا مش راضي اتكلم هون عن الاسنان لانه احنا بنتعامل مع الكومبليت دينشر، والاوكلوجر ريمس هي اللي بدها تعطيني الابعاد الصحيحه المضبوطه الكوريكت اساس انا اخذ عليها ابعاد واطوال الاسنان. طيب هاي احنا نيجي لهي المعادله. ايش هي المعادله يا جماعه الخير؟ في دي ار فيرتيكال دايمنشن اوف ريست لما انا بكون عندي المانديبل والمسكولاتشور تبعات المانديبل بوضع استرخاء ما فيهم اي سترين، ما فيهم اي ستريس، المريض جالس بوضعيه الاستقامه 90 درجه، تمام؟ هاي انا باخذ لها قياس. اذا نفترض يا جماعه انه انا كان عندي البي دي ار 20 ملم بحيث انه الاوكلوجن ريمز ما في بيناتهم اي تلامس، not touching each other. ولما انا اجيت قست البعد العمودي اللي هو الفي دي او بوضع الاوكلوجن والاوكلوجن ريمز طبقات على بعضهم، اذا كان انا عندي البي دي ار 20 ملم كم لازم يطلع البي دي او بناء على القاعده تبعتنا؟ لازم يكون من 16 ل 18، لانه ال 2 ل 4 ملم هذا الفارق اللي احنا سميناه 3 وي سبيس، اللي هو الفارق ما بين الفي دي ار والفي دي او. اذا المعادله بتكون ان الفي دي ار يساوي الفي دي او بلس 2 ل 4 ملم. او شو بقدر انا احكي انه 3 وي سبيس شو تساوي؟ الفي دي ار ناقص الفي دي او. تمام لحتى الان؟ بس سمعوني الصوت كله ان احنا ماشيين مع بعض. تمام ما دكتور. عرفت. تمام. طب انتم بس عشان تكونوا بالصوره، يعني من هون لنهايه المحاضره كثير رايحين تسمعوا مصطلحات، لان احنا شوي رايحين نتكلم بموضوع الاكلوجن. الاكلوجن بطب الاسنان وخصوصا يعني بالبروسودونتكس مش كثير سهل، فمعلش لو بعض الامور شوي يعني اتشلبكت عليكم او صارت بيناتها تداخل، انتم رايحين تكونوا بحاجه يعني تدرسوها مره ومرتين وثلاث، وفي كورس الاكلوجن كورس كامل تراجعوها لما تفهموها. انا بحاول قدر الامكان ابذل اقصى جهدي ان كل شيء يكون لكم مفهوم. المش مفهوم ما تزعلوا، ما تتضايقوا، هذا شيء طبيعي انه في موضوع القياسات شوي بتكونش الامور كثير سهله نفهمها من المره الاولى. طيب نكمل. هي هون انا شو بيجي عندي؟ المسافه ما بين الاوكلوجن ريمس اللي هي احنا سميناها انتر اوكلوزال ديستانس او انتر اوكلوزال سبيس او فري وي سبيس بتكون بالرينج من 2 ل 4 ملم. تمام. هي كمان عندنا هون الصوره بتوضح الامور، انه انا عندي هون الصوره اللي جايه على اليمين ار في دي ريست فيرتيكال دايمنشن، تمام؟ انا جايه عندي لنفترض زي ما حكينا 20 ملم، الاو في دي اوكلوزال فيرتيكال دايمنشن لازم تكون اقل من الريست فيرتيكال اوف دايمنشن من 2 ل 4 ملم، وسمينا هاي المسافه فري وي سبيس. جميل. طيب ليش انا بهمني اعرف الريست بوزيشن او الفيزيولوجيك ريست بوزيشن لما بكون انا عندي المانديبل بحاله الراحه بحاله الاسترخاء؟ انه هذه تعتبر لإلي كريفرنس بوينت، لاني انا لما بدي انا اجي اعمل مقاسات الارتيكولي الجو ريليشن شيب للمرضى ما عندهم اسنان، وانا اللي بدي انا ابني لهم العلاقه الاطباقيه، المرجع لإلي شو راح يكون؟ فيزيولوجيك ريست بوزيشن. طيب الفيزيولوجيك ريست بوزيشن بالعاده هي مش كونستانت، مش دائمه او ثابته فتره الحياه، يعني المسافه الفيزيولوجيك ريست بوزيشن اللي عند المريض الشاب تختلف لما هذا المريض نفسه كبر بالسن، تمام؟ نفس الفيزيولوجيك ريست بوزيشن تتاثر بعوامل اسمها شورت تيرم فاريابلز، وفي شيء اسمه لونج تيرم فاريابلز اللي هي اللي بتعطيها تاثير على المدى القصير، في عوامل بتعطي تاثير على فيزيولوجيك ريست بوزيشن على المدى البعيد او المدى الطويل. طيب ايش الشورت تيرم فاريبلز؟ اذا كان المريض بحاله السوباي يعني مستلقي للخلف، فالفيزيولوجيك ريست بوزيشن بتقل ريدوست،
اذا كان الراس مائل للخلف بتزيد increased، اذا الراس مائل للامام فورورد بتقل. لما انا لاحظت انسيرشن لللور دينشر او الريكورد بيز بتزيد. في حاله الاجهاد او الضغط او التوتر الفيزيولوجيك ريست بوزيشن شو مالها؟ بتقل. في حاله البين ايش مالها؟ بتقل. هسه الدراجز طبيعي انه تناول بعض انواع الادويه لها تاثيرات مختلفه، يعني في بعض الادويه اسمها مصل ريلاكسانت، تمام؟ اذا انا المريض تناول هاي الادويه تعمل له استرخاء للعضلات، بالتالي انا بزيد عندي الفيزيولوجيك ريست بوزيشن في ار بي. وفي بعض انواع الادويه لها تاثير بتعمل ايش؟ انكماش كونتراكشن للعضلات، فبتعمل لي ايش؟ ديكريز بالفيزيولوجيك ريست بوزيشن. طيب ايش هي العوامل اللي بتاثر على الفيزيولوجيك ريست بوزيشن على المدى البعيد؟ اذا كان المريض عنده طقم، وهذا الطقم هو عنده لفتره زمنيه طويله، والدينشرز اللي موجودين عند المريض ما صار لهم اي مينتيننج، ما صار لهم اي اصلاح، فشو بصير انا عندي يا جماعه؟ وكان عنده اكريليك تيث، بصير للاكريليك تيث ابريجن ايروجن اللي هي ميكانيكال اتريتشن، سحل او تاكل لهي الاسنان، بالتالي انا بصير عندي ريدكشن، بقل عندي الاوكلوزال فيرتيكال دايمنشن الاو في دي. جميل. وهذا الاشي على وين بياثر؟ بيعمل على الاليبيولار ريزوربشن، بياثر انه بصير عندي ذوبان او امتصاص بالعظم السمخي، بالتالي المريض اللي عنده اطقم لفتره زمنيه طويله وما كان يتابع الدكتور بحيث انه يعمل له تعديل عن علاقه بالفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، بصير انا عندي تاثير على الفيزيولوجي كريست بوزيشن. طيب هسه The wrist position of the mandible adapts to this change and takes up position closer to the maxilla. بهيك حالة شو بصير أنا عندي؟ لما بصير تآكل أو سحب abrasion لا الـ artificial teeth اللي موجودين على الدينتشر، الفك السفلي لأنه صار أنا عندي نقص بـ vertical dimension of occlusion، متخيلين معي؟ الفك السفلي بيقرب أكثر على وين؟ على النوس، على الفك العلوي. بالتالي أنا شو بصير عندي؟ reduction بـ الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، وبالتالي بصير عندي الفريوي سبيس اكبر من 2 ل 4 ملم، لانه صار انا عندي المسافه، يعني اذا كان لازم يكون انا عندي من 20 ملم، لنفترض الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست 20 ملم، كان المفروض تكون فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن 16 ملم، في حال لما صار عندي تاكل بالارتفيشال تيث ممكن توصل مثلا 12، وبصير عندي الفريوي سبيس قديش؟ ممكن 8 ملم، وهذا يعتبر وضع مرضي مش نورمال باثولوجي كونديشن. طيب بالنسبه لللونج تيرم فاريبلز، اذا انا عندي هاي المشكله بفرق انه انا بعمل دينشر لليونج بيشنتس عنهم نفسهم لما انا بدي اعمل دينشرز للالدرلي بيشنتس، انه عند اليونج بيشنتس يكون في قابليه اني انا اعمل ريكفر لللوست فيرتيكال دايمنشن، تمام؟ بس عند الايلدرلي بيشنت انا رايح اواجه مشاكل اني انا استعيد الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. طبعا في له اسباب كثيره، ميكانيكال فيزيولوجيكال بيولوجيكال، بكون المريض مع المده تعود انه جاي عنده الوضع الطقم مش بالسنتريك اوكلوجن، بالايسنتريك ايسنتريك اوكلوجن مش بالسنتريك occlusion، فإحنا بنواجه مشكلة في استعادة البعد العمودي عند مين؟ عند كبار السن. طيب نكمل. إذا the long term variables will not affect the reproducibility of the wrist vertical dimension during the period of dental appointment. إنه حتى هاي long term variables اللي بتأثر على ال occlusal vertical dimension VDO أو Vertical Dimension of Occlusion، ركزوا يا جماعة، ما بتأثر على إشي اسمه Wrist Vertical Dimension. يعني هاي أثرت لي على وين؟ على Occlusal Vertical Dimension، بس أنا بضل عندي المرجعية اللي إحنا حكيناها الريفرنس تبعتي اللي هي Physiologic Wrist، تمام؟ اللي هي في حال إنه بكون أنا عندي Physiological Wrist Position PRP، هاي بتضل لي أنا المرجعية. ليش؟ لاني انا بالفيزيولوجيكال ريست بوزيشن ما بيهمني وجود الاسنان من عدم وجودها، انا بتعامل من
العلاقه ريليشن جو تو جو اللي هي بموضوع الكوندايل. هسه رايحين نتكلم عن موضوع الكوندايل وشو اهميه الكوندايل في اخذ العلاقه الاطباقيه. طيب خلينا برضو شوي نكمل بالانتركاسبال بوزيشن سنتريك اوكلوجن، يعني عشان نفرق ان هنا سنتريك اوكلوجن انه لما بكون انا عندي الاسنان او الاوكلوجن ريمس في حاله الاطباق الكامل. The intercuspal position is the vertical and horizontal position of the mandible in which maximum occlusal contact occurs. انه العلاقه الاطباقيه صار بيناتها تطابق بالكامل. هي احنا بنسميها سنتريك اوكلوجن، يعني انا ما عندي اي سبيس، انا عندي في اطباق كامل ما بين الفك العلوي والفك السفلي. طيب in the denture wearer the intercuspal and centric relation position should coincide. تمام، اذا لازم يكون انا عندي، ما بهتم انا فقط بالسنتريك ريليشن لوحدها وما بهتم انا بالسنتريك اوكلوجن لوحدها، لازم الثنتين يكون بيناتهم ايش؟ توافق، ترابط قوي جدا بين السنتريك اوكلوجن والسنتريك ريليشن. طيب اذا احنا فهمنا شو يعني الماكسيموم انتركسبيشن ان او، بسموه كمان سنتريك اوكلوجن اللي هو لما العلاقه بين الفك العلوي والفك السفلي بحاله الاطباق الكامل. بدنا نيجي للعلاقه المركزيه اللي هي انا افترضنا ما عندي اسنان انا بالكومبليت دنتشر، كيف انا بدي اسجل العلاقه؟ انا بروح للمرجعيه تبعتي، شو المرجعيه تبعتي يا جماعه؟ الكوندايل. الكوندايل ضروري، ركزوا هنا يا جماعه. الكوندايل لما انا بدي اجي اسجل العلاقه المركزيه سنتريك ريليشن لازم يكون جاي في الانتيريور سوبيريور بوزيشن بالوضع العلوي الامامي. كلكم بتعرفوا التمبرا مانديبولار جون وين بكون موجود الكوندايل. لما انا بدي اجي اسجل العلاقه المركزيه لازم يكون البوزيشن حصرا سوبيريور انتيريور بوزيشن. تمام؟ طيب هل وجود الاسنان من عدم وجودها بيأثر على تسجيلي انا للعلاقه المركزيه؟ طبعا لا. ليش؟ لانه السنتريك ريليشن هي جايه باستقلاليه عن وجود الاسنان من عدم وجودها. تمام؟ عشان هيك تعتبر لإلي كثير مرجعيه مهمه. This position is independent of tooth contact. ما إلها علاقة إنه الأسنان كانوا طابقين على بعض موجودين أو مش موجودين. This position is clinically discernible when the mandible is directed to superior and anterior. بدنا نحفظ إنه هذا البوزيشن للكوندايل شو يكون يا جماعة؟ superiorly anteriorly والوضع العلوي الأمامي. طبعا هون المصطلح اللي هون شايفينه هذا لما ان شاء الله نتكلم لكم بالكورس الاوكلوجن راح يكون عندكم سنه رابعه كورس اوكلوجن كامل، كل هاي الامور كمان راح يتعرفوا عليها بتفاصيل كامله. طيب السنتريك ريليشن، اذا احنا بالسنتريك ريليشن يا جماعه بنتكلم عن علاقه جو تو جو، بون تو بون، ما بنتكلم عن علاقه توث تو توث. ركزتوا معي؟ العلاقه هي علاقه فك لفك او عظم لعظم، ما انا بتكلم عن علاقه توث لتوث. طب علاقه التوث لتوث وين كانت؟ كانت عندي بالسنتريك اوكلوجن ماكسيموم انتركاسبيشن. جميل. طيب عشان هيك it's usually defined by the position of the condyles rather than the teeth. انا بيهمني بالعلاقه المركزيه اللي هي مرجعيتي انه بوضع الكوندايلز. Therefore it does not alter when the natural teeth are extracted or when a new occlusal surface replaces an unsatisfactory one. بالتالي ما بيهمني كيف الاسنان موجوده او الاسنان اكستراكتد، او حتى لو المريض شوي كانت عضته مش مظبوطه لانه هو هيك عض ما مش العضه المظبوطه، انا في الاخير عندي الكوندايلز، وجود الكوندايلز بالانتيريور سوبيريور بوزيشن هي اللي بتعطيني المرجعيه والعلاقه المركزيه الصحيحه سنتريك ريليشن. تمام؟ احيانا يا جماعه لما احنا بنكون فاهمين بالضبط شو يعني السنتريك ريليشن تمام وكيف اني انا افهم موضوع الكوندايل صح، كيف بيساعدني اني انا بقدر استعمل لفهمي لهذا الموضوع تريتمنت اوبشن. اذا مثلا اجاني مريض بروكزيست عنده مشكله صرير اسنان، كثير احنا بنفكر شو نعمل له؟ نعمل له على طول نعمل له نايت جارد. طب المشكله انه لما صار عنده بروكزيست صار عنده شيء اسمه بريماتشور كونتاكت، وصار عنده احيانا التقاء الاسنان مش في وضعها الصحيح، بصير عنده ضغط كبير للاضراس او الاسنان بشكل عالي جدا. احيانا
احيانا بعض البروكزيس بيشنتس ممكن انه من قوه الضغط اللي بتشكل على الطواحين يصير فيهم فراكتشر، يصير فيهم ايش كسر، غير انه بيعمل له طبعا مشاكل بالتمبرمنت بيبولار جوينت، بيعمل له مشاكل بالمسلز وما الى ذلك. كيف انا ممكن استعيد هذا الموضوع؟ قبل ما انا اخدل له النايت جارد بكون انا اخذت له العلاقه المركزيه السنتريك ريليشن، بكون انا حددت بالضبط السنتريك ريليشن. كيف ممكن هذا احدده؟ من ضمن الطرق انه مثلا انا ممكن استعمل الفيس بور، القوس الوجهيه، برضه هاي رايحين ناخذها بكورس الاوكلوجن. فانا باخذ العلاقه الصحيحه الريفرنس بوينت تبعتي هي السنتريك ريليشن، وباخذ له المقاس ومنحضر عليها النايت جارد اللي هو الحارس الليلي، فبالتالي انا بكون ضمنت اني انا رجعت المريض لايش؟ لوضعه الصحيح الطبيعي. واضح الامور يا جماعه؟ سمعوا صوتكم. واضح دكتور. نكمل. تمام، هسه هاي هون عندي هون بالصوره وين مكتوب عندي هون المانديبل التمبرال بون الكونداي، اذا انا بدي اتعامل معه بالسنتريك ريليشن لازم يكون موجود عندي، شو حكينا يا جماعه؟ سوبيريورلي انتيريورلي، بالوضع العلوي الامامي، هذا اللي هو السنتريك ريليشن. انا بتعامل على بون تو بون او جو تو جو، العلاقه ما بين الفكين مش توث تو توث. جميل، هون بالصوره اللي هون طبعا لازم انه يكون بحاله الكوندايل بسموه ثين افاسكولار بروبورشن، انه بتكون انا عندي تقريبا المنطقه صارت رقيقه لما تحرك انا عندي الكوندايل بالمنطقه العلويه الاماميه. نفس الشيء هون اني انا بالسنتريك ريليشن بتعامل معه اللي هي مش سنتريك اوكلوجن، وانا سنتريك اوكلوجن مش سنتريك ريليشن، وضع الكوندايل هنا بيختلف، انه انا بالسنتريك ريليشن بكون عندي الكوندايل سوبيريورلي. انا كثير صرت حكي هذا الموضوع عشان تحفظوه للابد، سوبيريورلي انتيريورلي. طيب نفس الشيء هون ان في حاله السنتريك ريليشن وين انا بكون عندي موجود، شوف كيف يا جماعه جاي للامام، الكوندايل طالع شوي للامام للاعلى. تمام، هذا احنا بنسميه ال البيرتيكال ريليشن او السنتريك ريليشن، العلاقه المركزيه. طيب متى انا بستعمل السنتريك ريليشن اللي هي احنا تكلمنا على انه علاقه البون تو بون؟ اول شيء when entire occlusion being restored for example no remaining posterior centric stops. اذا انا عندي حتى بوجود الاسنان عندي اوريدي موجودات عند الاسنان بس الطواحين الخلفيات فقدوا نقاط التماس تبعاتهم، يعني ممكن لسبب معين انه صار فقدان لنقاط التماس، يعني كل الكصبات اللي لازم تكون موجوده بوضعها الطبيعي كلها انمسحت انمحت. ممكن المريض مثلا يعني بيشرب مثلا خلينا نقول يعني عصائر او مشروبات غازيه، بصير لهم ادريجن مع المده، صار لهم ساحه لهي الكصبات، انا فقدت شيء اسمه بوستيريور سنتريك ستوبس. طب كيف انا بدي ارجع الاطباق لوضعه الطبيعي؟ بروح لوين يا جماعه؟ للسنتريك ريليشن. اذا هي هذه انا كانت لي المرجعيه. تمام، طيب نقطه ثانيه، متى انا كمان بستعمل السنتريك ريليشن؟ اجيت انا يا جماعه بدي اعمل فول ارتش فول ماوث، يعني انا بدي احضر الاسنان من اخر طحونه لاخر طحونه، من اخر طحونه على اللفت لاخر طحونه على الرايت، يعني انا حضرت كل الاسنان. جميل، طب انا لما حضرت كل الاسنان اخذت منهم تقريبا بما مقداره من كل طحونه من 1.5 ل 2 ملم. جميل، طب هسه هدول فقدوا شيء اسمه بوستيريور سنتريك ستوبس، طب كيف انا بدي اخذ العلاقه العموديه لهذول الاسنان؟ واخذها عن طريق شيء اسمه انا بروح للسنتريك ريليشن عشان اقدر احدد ايش العلاقه العموديه صح باستعمالي للسنتريك ريليشن. منيح، طيب لما انه كمان لسبب او لاخر انا فقدت الاطباق بين الاسنان، if a non-pathologic natural occlusion exists posterior centric stop present، انا صار عندي ايش؟ انه البوستيريور سنتريك موجودين بس انا مش عمالي الاطباق عندي مش جايبه الماكسيموم انتركسبيشن، مش جايبه سنتريك اوكلوجن. تمام، بروح انا كمان للمرجعيه تبعت السنتريك ريليشن. السنتريك ريليشن بعد ما انا اكون حددت انه الكوندال جاي بهذا البوزيشن سوبيريورلي انتيريورلي، بحط انا عليه ماده المقاس اللي هي ريجستريشن ميديا، وبخلي المريض بعد ما انا اكون عامل له
مانيبوليشن باي مانيوال احنا نسميها. كيف انا بكون علمته؟ بنكون احنا بنسجل العلاقه الاطباقيه عشان انا استرجع الماكسيموم انتركاستيشن للمريض. طيب شو اهميه السنتريك ريليشن؟ انا متاكد انه من هاي الجوله البسيطه اللي عملناها للسنتريك ريليشن صار عندكم كثير تصور ليش السنتريك ريليشن لإلي مهمه. اول شيء اني انا باختياري للارتفيشال تيث افضل شيء اني انا اصفها بناء على السنتريك ريليشن اللي هي علاقه البون تو بون او الجو تو جو. طبعا السنتريك ريليشن هي اكثر شيء يعني مناسبه وملائمه لصحه المريض. السنتريك ريليشن تعتبر ريبيتابل ريبروديوسابل، يعني هي قابله لانه انا ارجع لها باي لحظه. يعني مش انا اذا بس اذا ما عينت صاحبي هاي المرحله خلاص انا بفقد شيء كثير، لا لسه هي بتظل لانها هي المرجعيه الاساسيه لإلي، فهي ريلاتيفلي ريبيتابل ريبروديوسابل اوفر ا بيريود اوف تايم. A hinge position allows changes in the vertical dimension easily and so the patient can find stable occlusal contact easily. إذا المريض بسبب أو لآخر فقد السنتريك أوكلوجين اللي عنده أو الماكسيموم انتركاسبيشن أو إنه شوي عنده صار تداخل، برجع أنا للسنتريك ريليشن وبنقدر إحنا نرجع له الإطباق بالوضع السليم. A relatively symmetrical position avoids muscle strain which might occur in exclusive position. طبعا احنا في هيك حاله لازم ان نكون مهتمين لما بدنا نسجل العلاقه الاطباقيه، في لها طبعا طرق كيف احنا نسجلها، انه يكون انا عندي المسلز بحاله الراحه، مش فيهم يعني تشنج، مش في عليهم اجهاد عضلي، المريض كيف بكون جالس وين بطلع. هاي الامور احنا بنيجي نسجل فيها العلاقه المركزيه. طيب نفس الشيء بنرجع لهي النقطة المهمة جدا، انه السنتريك ريليشن ما عنده أي علاقة سواء بوجود الأسنان أو عدم وجود الأسنان، يعني احنا الأمر سيان لإلنا. إن وجدت الأسنان بنحدد السنتريك ريليشن، برضه بعدم وجود الأسنان احنا بنقدر نحدد السنتريك ريليشن. طيب ضروري إني أنا بعد ما حددت السنتريك ريليشن صح وكمان أنا حددت السنتريك أوكلوجن صح، ضروري انه هذول يكونوا الاثنين جايين مع بعضهم متطابقات. يعني مش البعد الموجود للسنتريك ريليشن شيء والسنتريك اوكلوجن للمريض اللي هو في حاله الاطباق شيء ثاني. اذا ما كان بيناتهم تطابق انا اثرت على الاستابيليتي للدينشر وهذا بيعمل عند المريض بين مع ديسكومفورت. اذا لازم السنتريك ريليشن والسنتريك اوكلوجن يكونوا شو مالهم يا جماعه؟ متطابقات. طيب procedures carried out during due relations appointment. شوف كيف احنا بدنا نعمل. اول شيء احنا بالاوكلوجر ريمز اللي شرحنا لكم عنها بالمحاضره الماضيه لازم تعمل لي كونتورنج للليبيال فورم، تشكل لي اللي هي احنا الجهه الشفويه. احنا حكينا ان لازم يكون فيها شويه بروز من 1 ل 2 مليمتر اللي هي من ليبيال. تمام؟ establishing the occlusal plane. حكينا يا جماعه اللي نتذكر في عندنا تو بلينز، واحد انسى احنا سميناه جايب الفرونتال بلين اسمه انتر بيبيلاري لاين كويس، والثاني جاي عندنا كامبرز لاين او كامبرز بلين اللي احنا سميناه الا تريبوس لاين. اذا لازم احنا نحدد صاحب الكلوزال بلين، يعني احنا كل شغلنا مترابط مع بعضه. استابليشنج فيرتيكال جو ريليشن، نحدد احنا العلاقه العموديه. هسه رايحين نتكلم كيف احنا ممكن نحدد الفيرتيكال جو ريليشن. Establishing and recording of centric جو ريليشن بالعلاقه المركزيه centric ريليشن. فيسبو ترانسفير اللي رايحين نتكلم عنه ان شاء الله بدقه متناهيه بكورس الاوكلوجن. وسلكشن اوف ارتفيشال تير. اذا كل هاي الامور شو الامور اللي احنا بنعملها during جو ريليشن appointment. نبلش الحين في اول واحده establishing occlusal vertical dimension OVD او vertical dimension of occlusion، نفس المعنى ونفس الهدف. في عندنا 6 طرق عشان احنا نحدد الاوكلوزال فيرتيكال دايمنشن، وحكينا ان الاوكلوزال فيرتيكال دايمنشن بتكون اقل من الريست فيرتيكال دايمنشن بمقدار 2 ل 4 مليمتر. شو سمينا هاي المسافة يا جماعة؟
فري وي سبيس او انتر اوكلوزال سبيس اي دي، تمام، او انتر اوكلوزال ديستانس اي دي، تمام. شو الامور اللي احنا نستعملها عشان احنا نحدد الاو في دي؟ اول شيء ميجرينج ذا فيزيولوجيك ريسبوزيشن البي ار بي اللي احنا حكينا عنه، فيلينج فور انتر اوكلوزال ديستانس باي انشورينج موفمنت اوف ماندبل. انا بالتكتايل سنسيشن اللي عندي باصابعي نحكي عنها كيف يعني، هذا احنا بنقيسها، بحس انا حركه الماندبل، بستعمل انا الصوتيات ومخارج الحروف as a guide كعلامه ارشاديه لإلي اني انا حددت الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن والفيرتيكال دايمنشن اوف ريست صح ولا لا، عن طريق كيف مخارج الحروف بتصدر عندي. الاستيتيك as a guide كيف اني انا هل رجعت النزول ليبيا لوضعه الطبيعي، الكوميشور اوف ذا ماوث كيف انا صار عندي الفلتروم هل رجعت لوضعها الطبيعي ولا لا. في عندي ريفرنس للبريفيوس دينشر، لا الاطقم اللي كان لابسه من المريض اذا كان عنده اطقم قديمه، وبري اكستراكشن ريكورد. طبعا اخر اثنين هذول اقل شيء انا بستعملهم، اكثر شيء الحين احنا رايحين نركز عليهم انه الاربع ميثودز الاماميين او الاربع تكنيكس الافضل اني انا كلهم استعملهم عشان احدد اوكلوزال فيرتيكال دايمنشن. طيب بنيجي ل فيزيولوجيك ريست بوزيشن بي ار بي، نرجع لنفس المعادله انه البي ار بي اللي هي فيرتيكال دايمنشن اوف ريست او الفيزيولوجيك ريست بوزيشن هي عباره عن الاي دي الانتر اوكلوزال ديستانس مضاف لها اوكلوزال فيرتيكال دايمنشن، مظبوط. جبنا لكم مثال، اذا انا كانت عندي هاي البي ار بي 20 ملم، الاي دي بتكون من 2 ل 4 ملم، زائد الاو في دي بتكون مثلا من 16 ل 18 ملم. الانتر اوكلوزال ديستانس والفيزيولوجيك ريست بوزيشن، ايش يعني هاي الاختصارات؟ واضحه الامور؟ طبيعي يا جماعه الخير انه هذا الشيء منطقي جدا، يعني مش رياضيات. ليش؟ المريض لما بيكون في وضع الاسترخاء يعني عنده ما عنده كونتاكت لا بين الاوكلوجر ريمز ولا بين التيث، بده يكون عنده مسافه ديستانس ما بين شفايفه، تمام؟ هاي المسافه اللي تيجي انا عندي من 2 ل 4 ملم، فطبيعي انه الفي دي ار يكون اعلى من ايش؟ من الفي دي او، لان في حاله الفي دي او فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن في حاله الكونتاكت بده شفايفه يكون شو ما مقربين على بعض تقصر المسافه، تمام؟ بس ليش احنا هذا الحكي لازم نعرفه؟ لما انا باجي احط الاوكلوجر ريمز واشوف المريض في وضع الاطباق، واذا انا طلع عندي الفري وي سبيس من 2 ل 4 ملم، شو بكون الدلاله؟ اني انا سجلت العلاقات الاطباقيه صحيحه 100%. بس اذا كان عندي اقل او اكثر من هذا المقدار اللي هو الرينج 3 ملم، انا بكون سجلت العلاقه الاطباقيه غلط. وشو ممكن يصير عندي؟ اما انكريز بالفيرتيكال دايمنشن، هذا بيعمل مشاكل حنتكلم عنهم ان شاء الله تعالى بالسلايدات الجايه شو بيعملوا، او ديكريز بالفيرتيكال دايمنشن وشو ممكن يعمل عند المريض. واضح الامور؟ سمعونا الصلاه على النبي يا جماعه. واضح دكتور. طيب هسه احنا لما بدنا نسجل السنتريك ريليشن ضروري انه يكون المريض كيف جاي انا عندي بوضع الاستقامه ابرايت، ما يكون بالوضع الثاني سوباين. يعني هذا الوضع اللي هون هذا خاطئ اكس منطقه لي، والوضع الاول هو الوضع الصحيح ابرايت بوزيشن. شو حكينا يا جماعة؟ احنا حكينا في البداية انه انا بلزمني two dots او two points، مش بالضرورة وين يكون ال points موجودين، بيهمني نقطة تكون موجودة على المكزيلا اللي هو ال fixed jaw الجزء الغير متحرك، ونقطة اخرى وين موجودة؟ على ال movable jaw اللي هو انا عندي المنبه. طب لو حدا حط لي هون على النقطة على tip of the nose، ممتاز ما في مشكلة، وعمل لي نقطة هون على tip of the chin برضو ما في مشكلة، انا ما في مشكله وين وجود النقطتين، المهم نفس النقطتين هذول لما بدي انا اقيس فيهم البي دي او فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن والبي دي ار بحاله الريست يكون شو الفرق بيناتهم؟ 2 ل 4 ملم، تمام؟ اوكي هاي هون انا مثلا بهاي الصوره انا ما كنت انا عند الكولوميلا اللي جايه تحت البيز اوف ذا نوس، انا رحت على التيب اوف ذا نوس مع التيب اوف ذا تشين ما في مشكله، المهم انه انا يطلع الفارق ما بين الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست للفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن من 2 ل 4 ملم.
جميل. نفس الصورة هاي عدناها، نتكلم عنها بالسلايد الأول. نفس الشيء، أنا عينت two dots أو two points. أوكي، هاي هو نفس الشيء، إنه أنا عندي بـ vertical dimension of rest بتكون أعلى من الـ vertical dimension of occlusion من 2 ل 4 مليمتر. تمام، حتى هاي هون عندكم تقريبا. شوفوا أنا كيف عندي، أنا هون المريض اللبس دونت تاتش او بيرلي تاتشز، يعني بالكاد او يا دوب لمسات بعضهم او ممكن مش لامسين، في مسافه عنده ما بين التكين او بين الاسنان، اللي يعني التوث نوت ان كونتاكت، ما في بيناتهم اي تطابق او تماس. هون لا، المريض في عنده تطابق بالاسنان، فهذا هو اللي انا بيجي عندي الفرق ما بين البي دي ار والفي دي او. جميل. Adjust the vertical height of other rim will be the lower if you establish the vertical height of the upper. إذا أنا بدي أنا أحصل العلاقة العمودية للأبر، شو أنا بعمل؟ بضبط الأوكلوجر ريمس على الفك السفلي، على اللور جو. عشان هيك أنا to provide أحصل على interocclusal distance I be من 2 ل 4 مليمتر. بالتالي then the lower rim is leveled such that it meets the upper rim evenly. ضروري انه في حاله تطابق الاوكلوجر ريمز الفك السفلي مع نظيرتها، مع الاوكلوجر ريمز على الفك العلوي، يكونوا جايين تكافؤ تناظر في التلامس فيما بيناتهم، مش جهه فيها تلامس كونتاكت وجهه مش فيها تلامس. عشان هيك احنا استخدمنا مصطلح ايفنلي، يعني متكافئات مع بعضهم بالمية مية. طيب اذا خلصنا الميثود الاول، لا كيف انا بحدد ال vertical dimension of occlusion. الحين بنيجي للموضوع الثاني، اللي هو لما انا بدي احدد عن طريق شيء اسمه tactile sensation. كيف انا في هذه الحاله شو بعمل؟ انا بطلب من المريض يبلع ريكو swallowing، يرطب شفايفه wipe the lips، تمام، وبخليه يفتح ويسكر اكثر من مره، واخر شيء انا بطلب منه انه يلمس شفايفه بهدوء بوضع الاسترخاء بدون ما يكون هو شادد على العضلات، يعني يكون هدوء تام. تمام، وممكن اقول للمريض او للمريضه عدد لي مثلا اسماء اولادك، اسم احفادك، او عد ل 20 وبعدين سكر لي بهدوء. هسه انا شو بكون في هاي المرحله؟ انا بكون اصبعي انا وين حاطه؟ اسفل للتشن على الفك المانديبل من تحت. في هاي الحركات انا ببلش احس حركه الفك السفلي اثناء لما كان المريض وضع الاسترخاء، اثناء لما الاوكلوجر ريمز طبقوا على بعضهم بوضع الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. هاي بسموها تاكتايل سنسيشن. في هيك حاله انا ما بس بعتمد هاي الطريقه لوحدها، انا بجمع الاربع طرق مع بعضها، اللي هي الاوكلوجر فيرتيكال اوف دايمنشن اللي حكينا عنها قبل شوي، هاي الطريقه الثانيه التاكتايل او الفيلينج للانتر اوكلوجر ديستانس، الطريقة الثالثة اللي نيجي عنها هسه الفونيتكس، والطريقة الرابعة الاستيتكس. يعني كل هذول الأربع طرق في نفس الجلسة أنا بجمعهم مع بعض عشان أتأكد إنه أنا عندي القياسات كلها صحيحة. طيب نيجي هسه كيف أنا بدي أستفيد من مخارج الحروف عشان أنا أقيس فيها الأوكلوزال فيرتيكال دايمنشن أو الفيرتيكال دايمنشن أوف أوكلوجن. في عندنا عدة حروف، في عندنا الحرف الأول M، في عندنا الرياكتيف ساوندز اللي هي الاحرف الاحتكاكيه، في عندنا اللي هي احرف الاتش والاش. طيب نيجي على حرف الام، نطلب من المريض عده مرات يحكي حرف الام ام ام ام. هاي التكرار لحرف الام اللي بدها تصير لعنده، واخر شيء بقول له بعد ما خلصت الام عده مرات اطبق شفايفك، خلي اللبس يطبقوا على بعضهم، انا بكون شفت كيف الاوكلوجر ريمس عنده كيف صار بيناتهم تطابق، تمام، بحاله الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، وكيف كانوا بدون ما يلفظ حرف الام، فبتصفي انا عندي المسافه من 2 ل 4 ملم. اذا انا بستفيد وضروري انه حرف الام يلفظه باثناء وجود الاوكلوجر ريمس اللي عنده، اساس اضمن انه انا بعطيني حرف الام بشكل مكرر بوضع الريست وبوضع الاوكلوجن بصف المسافه بيناتهم من 2 ل 4 ملم. طيب نيجي للاحرف الثانيه بسموها فريكاتيف ساوندز، اللي هي الاحرف الاحتكاكيه، اللي هي حرف الاف، الاف، ف،
55، نحكي للمريض يعد من 50 ل 60، تمام؟ هاي برضه شو بصير في هيك حاله؟ انه الابر انسايزال ايدج للاوكلوجر ريمز او للاسنان، اذا انا بدي اعمل للمريض، يعني انا السنترال كريليشن مش بس انا بستعملها يا جماعه الخير في حاله الكومبليت دينتشرز، انا حكينا احنا ممكن نستعملها اذا انا حضرت فول ماوث وفقدت ال بوستيريور كونتاكت ستوبس، او اذا انا المريض بدي انا احضر له نايت جارد، او اذا المريض عنده مشاكل بالتمبرامنديبولار جوينت وانا بدي ارجعهم لوضعهم الطبيعي بستخدم السنترال كريليشن، تمام؟ يعني السنترال كريليشن كثير له استعمالات، من ضمن استعمالاته اللي احنا مركز عليه بالكومبليت دينشر عشان انا اسجل العلاقات الاطباقيه للمريض. بالتالي لو افترضنا هون المريض عنده اسنان، شو بصير انا عندي؟ انه الابر انسايزل ايدج الحواف القاطعه لازم انها تلمس وين؟ البوستيريور وان ثيرد اوف لور ليب، مش الانتيريور، مش الجهه الاماميه للور ليبس، لازم هي تاتشز البوستيريور الجهه الخلفيه للشفه السفليه. هاي في حال بعد ما بكون انهى نطق الاحرف اف واب او عد من 50 ل 60، تمام؟ طيب نيجي كمان عندنا هون مخارج حروف، ضروري اني انا انتبه لهم برضو، انا بدي اتاكد انه انا صار عندي مخارج الحروف صحيحه بالمية مية، تمام؟ هاي مخارج الحروف مثلا زي حرف الاش الاتش الجي الاس الزد، كل هاي الامور انا بدي اتاكد انه خرجت باثناء وجود الاوكلوجن ريمز، اثناء تسجيل العلاقه الاطباقيه كانت تصدر من المريض بشكل صحيح، لانه مخارج الحروف اللي انا صارت عندي بالشكل الصحيح ساعدتني في اني انا احدد العلاقات الاطباقيه وانه انا وضع الاوكلوجن ريمز يكون عندي صح. هسه نيجي لايش؟ للطريقه الرابعه. كمان مره حكينا عن حددنا بالاوكلوزال فيرتيكال او في دي اوف دايمنشن او في دي او، الخطوه الثانيه استعملناها بالتكتايل سنسيشن، انا طلبت انه المريض يبلع ريقه، بعدين انه يسد شفايفه، انا بكون عرفت اصبعي لمس الفك السفلي من تحت، فانا عرفت كيف حركه المانديبل عنده بالريست وبالاوكلوجن. الخطوه الثالثه اللي هي عن طريق الفونيتكس، والتقنيه الرابعه او الميثود الرابع عن طريق شيء اسمه استيتيك، لانه احنا ضروري جدا بالكومبليت دينشر ما بنركز فقط على الناحيه الوظيفيه اني انا عملت اسنان المرض عشان ياكل عليهم، انا بدي ارجع المريض لايش؟ للوضع الطبيعي او الجمال اللي كان له. مثلا هاي خلينا ناخذ الصوره تحت، سبحان الله عندنا الوجه مقسم ل 3 ايكوال بارتس، البارت الاول الوان ثيرد بيجي انا عندي من منطقه الجلابيلا لمنطقه اللي هي اول الجبهه عند الهير لاين، هذا الثلث الاول، الثلث الجبهي المتصف من منطقه الجلابيلا للصب نيزل، والثلث الثالث جاي انا عندي من الصب نيزل لمنطقه المينتون. الحين انا بقدر اني انا استفيد انه اذا انا عندي الاوكلوجن ريمز حددت عليهم البي دي ار والبي دي او صح والاوكلوزال بي وي سبيس صح، اذا انا الثلاث اثلاث هذول طلعوا متساويات اذا انا بالسليم. برضو الحين انا بستفيد من الاكسبريشنز والاستيتيك للمريض، كيف؟ شوف هاي الصوره هون، احنا حكينا انه انا لازم شو يكون عندي النزو ليبيال كيرفيتشر، انحناء النزو ليبيال قديش لازم يكون يا جماعه؟ تقريبا 90 درجه. فشوفوا انا عندي هون بالصوره الثانيه كيف انه انا لسه مش جاي عندي الاوكلوجن ريم صح، او لسه المريض بدون اسنان، كيف انا جاي عندي تقريبا الكيرفيتشر تبعه جاي تقريبا 45 درجه. اذا انا بالاوكلوجن ريمز اساس انا كمان حددت عليهم البي دي ار والبي دي او، كثير بستفيد من وضع النزول الليبيال اللي هون. اذا كان انا عندي جاي بالليبيال الاوكلوجن ريمز بالعلاقه بالبعد العمودي تبعه صح، الكوميشور اوف ذا ماوث اللي هون جايين الفولتس عندي صح، وكون انا استفدت من الانتباه للاستيتيك ديماندز او الاستيتيك كونسيدريشن بحاله تحديد الجو ريليشنز. اذا احنا عندنا الاربعه اللي احنا حكيناهم، اهم شيء اللي هو استابليشنج اوكلوزال فيرتيكال اوف دايمنشن، الحاجه الثانيه انا بستفيد عن التكتايل سنسيشن اني انا بحدد كيف وضع المانديبل بالريست وبالفيديو، وبطلب من المريض انه يبلع ويفتح ويسكر بأول إشي بحالة الاسترخاء وبعدين في حالة الإطباق. الخطوة الثالثة أو التقنية الثالثة أو التكنيك أو الميثود الثالث اللي هو الفونيتكس، والتقنية الرابعة أو الفور ميثود اللي هو عن طريق إيش؟
عن طريق اللي هو الاستيتيك والاكسبريشنز فيشال اكسبريشنز التعابير الوجهيه، وعن طريق البروبورشنز. طيب هسه بصفي عندنا اخر يعني تو ميثودز ممكن يفيدونا ممكن مش كثير يفيدونا. مثلا خلينا نتكلم هون عن البري اكستراكشر ريكوردز. يعني اذا مثلا اجانا مريض عنده اسنان تمام، وهذا المريض خلص يعني اوريدي احنا مضطرين ان نعمل له اكستراكشن للتيث، فيهم موبيليتي عاليه جدا، عنده الالفيولار ريدج شبه دايب، فبالتالي البري ادونتال ليجامنتس روابط السمخيه كثير ضعيفه. فانا قبل ما اخلعهم شو انا بعمل؟ بسجل لهذا المريض يعني بطلب منه انه يعمل ماكسيموم انتركسبيشن او يعض على اسنانه يعملهم اوكلوجن بالسنتريك اوكلوجن، بسجل هاي العلاقه عندي وبحفظ هاي العلاقه على اساس اني انا بعد ما بقلع الاسنان وببلش احضر بالكمبليت دينشر بتكون عندي العلاقه الطبيعيه لهذا المرض شو مالها موجوده تمام. طبعا انا الحين بنتكلم شو هذا اللي انتم شايفينه بالصوره اللي هو بولي جيج، ما بستعمل انا المسطره. طيب الخلاصه انه انا اكثر شيء بستعمل ذا فيرست فور تكنيكس عشان انا احصل الاو في دي، لانه ولا حدا من هذول الميثودز الاربعه بعطيني العلاقه الاطلاقيه صح 100%. فانا شو بعملهم؟ بستعملهم الاربعه مره واحده. جميل. طيب هون الاوكلوجر ريمز بدنا نعمل ضبط ادجست للريمز كالتالي، انه الانتر اوكلوزال ديستانس اي دي رجعنا لها كمان مره تكون من 2 ل 4 ملم، وان يكون الكونتاكت بالريمز من اول مسار الاطباق للانتيريور او الميدل او البوستيريور اريا يكون كلياتهم في بيناتهم تطابق متكافئ، مش جهه طابقه وجهه مش طابقه، الليفت طابق والرايت ما في كونتاكت، او الانتيريور في كونتاكت والبوستيريور ما في كونتاكت، لازم الاوكلوجن ريمز يكونوا على تطابق متكافئ. جميل. هون كيف احنا طبعا نعمل هون انه لازم يكون هون السيرفس تبعته كثير متساويه، مفيش شيء اعلى من شيء تمام، وانه في حاله الاطباق شو يصير انا عندي اطباق متكافئ بكل المناطق في البوستيريور وفي الانتيريور اريا. طيب ايش اهميه اني انا يكون عندي ادكويت اوكلوزال فيرتيكال دايمنشن؟ ليش انه هذا الحكي ضروري؟ في حال اذا انا كان عندي ديكريز يعني انا عندي الاوكلوزال فيرتيكال دايمنشن اقل من الوضع الطبيعي، يعني نرجع للي احنا حكينا، اذا كان انا عندي مثال 20 ملم ال فيرتيكال دايمنشن اوف ريست، وصار الوضع الطبيعي قديش لازم يكون عندي الاو في دي من 16 ل 18، خلينا نحكي 17، خلينا نحكي على اساس 3 متر اللي هو الرينج. اذا كان انا عندي ديكريز للاو في دي يعني انا عندي قديش مش 17، عندي ممكن 12 او 13، شو بصير انا عندي في هيك حاله مشاكل؟ اول شيء انه بياثر لي على قوه المضغ شوينج ديفيشنسي، بصير انا عندي فاتيج تعب اثناء عمليه المضغ، شيك بايتنج انا بعض الخدود من الداخل، كولابس ابيرانس انه انا عندي المانديبل بتحرك باتجاه التوب اوف ذا نوس او الماكزيلا، انا الفيرميليون بوردرز تقريبا بتختفي لي، انا بتشكل لي الشيء الجمالي منيح يعني انا فقدت برضه النقطه الجماليه، بصير عندي شيء اسمه انجولار تشيلايتس. ايش هذا الانجولار تشيلايتس؟ في حاله الريديوسنج للفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن بصير انا عندي هاي الكورنر اوف ذا ماوث الزاويه الفم اللي جايه هون بصير عندي تدفق لسيلان للعاب. هسه من كثر سيلان اللعاب اللي بصير هون شو بصير انا عندي تجمع منطقه خصبه لتكاثر ايش؟ كانديدا البيكانس، بصير عندي فانجل انفكشن التهاب فطري، بالتالي شو بصير انا عندي؟ انجولار تشيلايتس، بصير انا عندي هون نقاط حمراء التهاب حمراء بالانجولار تشيلايتس. يعني اذا انتم شفتوا يا جماعه حدا مركب طقم تمام وعنده زوايا الفم فيهم التهاب، على طول احنا شو بنعرف؟ انه في عنده مشكله ان اديكويت او ريديوسد بالفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. بصير انا عندي مشكله في التمبرمنت بيبولار جون بين مع كليكينج مع طقطقه، وبيجي انا عندي شيء اسمه كوستنز سيندروم اللي هو عباره عن نيرالجيه للمانديبولار جوينت تمام. هذا في حاله ايش؟ ريديوسد. طب اذا انا كان عندي العكس انه انا عندي الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن اعلى، يعني
اذا انا عندي الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست 20 ملم، انا عندي الفيرتيكال دايمنشن اوف كروجن ممكن يكون 19، يعني الفرق بينه و1 ملم مثلا. تمام، شو ممكن يصير عندي انا في هيك حاله؟ ثواني يا جماعه، شو المشاكل اللي بتصير عندي؟ ديسكومفورت اند انويانس تو بيشنت، عدم راحه عاليه جدا على المريض، بده يصير انا عندي مشاكل بالاندرلاين ميوكوزا، صور مع سبوتس، التهابات والام، صور ماسلز، طبيعي بده يصير انا عندي مشاكل بالعضلات، لانه الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن جايه اعلى من الوضع الطبيعي، بدها تضغط على وين؟ على العظم، على الالفيولار ريج. فشو بده يصير لي؟ رابيد بون ريزوربشن، امتصاص عظمي بشكل سريع. دنتشرز كليك ديورنج سبيتش، اثناء عمليه الكلام بصير انا عندي طقطقه متتاليه، لانه عندي الكونتاكت بدل ما تصير بوضعها الطبيعي صارت قبل وضعها الطبيعي، لانه انا عندي في علاوه بالفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. رابيد وير اوف اكريليك تيث، انه الاكريليك تيث بصير لها سحل، ستريند ابيرنس وانسفيشنت اي دي. Establishing OVD، هذا احنا حكينا عنه بالاوكلوجن ريمس. طيب الحين كيف انا يا جماعه بدي انا احدد الخطوط اللي لازم تكون انا عندي بالاوكلوجن ريمس؟ في عندي خط اللي انا لازم احدده بعد ما انا حددت ال فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، باجي بعمل انا ثلاث خطوط. الخط الاول بيجي عندي انا بالميد لاين، هذا الميد لاين اللي انا بحدده لازم انه يكون ماشي مع الميد لاين للفيس، مع النيزل سيبتوم بالضبط جاي على الميد لاين، ماشي مع الفلتروم، واذا الليبيا، ركزوا معي يا جماعه، الليبيا الفرينوم كان ماشي صح مع الفلتروم ومع النيزل سيبتوم ومع الميد لاين، اوكي انا بمشي معه. بس اذا الليبيا الفرينوم كان عامل ديسلوجمنت او ديسبليسمنت او شيفتنج، يعني عنده ازاحه، انا ما بستعمله، ما بستفيد، انا ما بستعمله انا ك ريليابل جايد، بستعمل انا ايش؟ الانسسيف بابيلا، بتاكد انه كل هاي جايين انا عندي بالميد لاين. حلو، طيب هسه نفس الشيء، انا هون انا مشينا على الميد لاين بالضبط كيف انا جاي عندي هون، لما بدي اجي احدد الخط على الاوكلوجن ريمس عشان يكون هذا اللي هو الفاصل ما بين التو ابر سنترالز، وين جاي عندي الليفت وين جاي عندي الرايت بالشكل المتوازي. طيب بنحدد هل هسه ايش اسمه الكيناين لاينز، انا بروح على الالا اوف ذا نوس، هاي الالا اوف ذا نوس وين بتكون جايه؟ بتكون جايه بالضبط على الكسب تبلا الكيناين، او اني انا بروح على الكورنر اوف ذا ماوث بتجيني على الديستال كونتاكت للكيناين، تمام، اللي هو جاي من جهه الفيرست بريمولار. منيح، هاي انا عشان احدد ايش وين موقع الكيناين، انا بستفيد من الالا اوف ذا نوس او من الكورنر اوف ذا ماوث. بعرفش اذا طلع عندكم على الشاشه يا جماعه انه انا ضايل عندي 3 دقائق ببلش في المحاضره الثانيه، باين عندكم؟ دكتور شفتوا؟ طيب بنيجي لخط الابتسامه اللي هون، انا بطلب من المريض يبتسم، وانا بعد ما انه المريض ابتسم على اسفل الشفه العلويه باجي انا بعمل هوريزونتال لاين، اللي هو هذا احنا بنسميه خط الابتسامه. نفس الشيء، هذول الصور كلهم بوضح وين السمايل لاين وين الميد لاين وين الكيناين لاين. هسه خلصنا احنا هيك الفيرتيكال ريليشن، نيجي للهوريزونتال ريليشن. بالهوريزونتال ريليشن احنا بنحدد العلاقه بس بايش؟ بالوضع الافقي في الهوريزونتال بوزيشن. طبعا في هيك حاله في انا عندي مثلا شويه صعوبات انا بواجهها، اللي هي مثلا انه مريض بكون متعود انه مثلا يعب الاسنتريك بوزيشن، ممكن يكون سايكولوجيكال بروبلمز، ممكن يكون ميكانيكال انه الديكور بيز مش عمالها ثابته منيح، فانا تحديدي للهوريزونتال بوزيشن احيانا بواجه فيه مشاكل، بس ضروري اني انا احدد انوي الهوريزونتال بوزيشن. طيب خلينا هون، تقريبا كل اللي ضايل عنا بالسلايدات كثير اموره سهله، بس خلينا نتكلم لكم في اللي ايش اسمه داوسون ميثود. ايش هذا الداوسون ميثود؟ الدوسون ميثود، هذه النقاط كلهم الحين بتكلم لكم عنهم بالايش؟ بالصور اللي هون. نطلب من المريض انه يجلس بحيث انه يكون بوضع الاستلقاء، بنخلي انه يثبت راسه ونظرته للاعلى،
شو احنا بنبلش؟ بنبلش احنا انه نستخدم 4 اصابع بيكون من اليدتين، اليد اليمين واليد الشمال بيكونوا جايين على اسفل المانديبل، والثامبس اللي هم الابهام ماسكين الفك. تمام؟ بهيك حاله نطلب من المريض كمان انه شوي يعمل، احنا بنبلش نحرك الفك جنتلي، احنا شويه نعمل زي مساج او تدليك للفك. طبعا المريض لازم يكون بحاله استرخاء كامل، عشان هيك حطيناه بوضع السوباين بوزيشن. احنا بنبلش نحرك بالمانديبل عشان انه يكون بالوضع الطبيعي، عشان احنا نقدر نسجل العلاقه الهوريزونتال بوزيشن، تمام، او اللي هي احنا كمان سميناها سنتريك ريليشن. هسه كيف انا بدي اسجل هاي العلاقه؟ بكون انا عندي بالالاستوميرز مثلا زي اللي هي اللايت بادي، انا بحطها في فم المريض، بعد ما اكون انا ضمنت انه حركه الفك السفلي سهله واجى عندي بالوضع السليم، بخلي المريض يكز وتطلع عندي هاي العلاقه الاطلاقيه الصحيحه. طيب الحين يعني احنا يا جماعه قديش الساعه صارت عندنا؟ تنتين دكتور. اثنتين، يعني احنا اكثر من ساعه تقريبا معقد المحاضره. طيب المحاضره مسجله، ببعث لكم اياها ان شاء الله. تمام، انا يعني المجموعه اللي بعديكم اوريدي بلشوا. النقاط اللي موجودين ان شاء الله هم يعني ضل عندنا بجوز كم سلايد، ان شاء الله هم مش صعبين، بس ما كان بالامكان، ما كان مجال ان انا اختصر اي سلايد من الموجودين، خوف لانه انا اثر على المعلومه لازم تكون موجوده عندكم. فانا بذلت كل جهدي انه نشرح يعني بنسبه لا يقل عن 70 80%، والباقي ان شاء الله بكون لكم مفهوم. انا سامحوني مضطر اني انا اقدر على اساس ابلش مع اللي بعديكم. بتمنى لكم التوفيق، نراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. السلام عليكم. السلام. السلام. السلام.